وصلنا إلى المعادلة التالية وأختم بها. المعادلة الآن هي بهذه الخطاطة: التطبيع ماشي يريد، التطبيع شرع في إسقاط النظام، ويبقى على النظام أن يسقط، أن يسرع في إسقاط التطبيع، وإلا فإن التطبيع هو من سيسقط النظام. هذه هي المعادلة، التحدي التي نحن بإزائها كلنا، كل من موقعه. الشعب المغربي قال كلمته في المسيرة المليونية الوطنية التي شاركت في كل الجهات وكل الفئات الاجتماعية باختلاف اجتهاداتها السياسية ومشاربها الفكرية. قالت: التطبيع خيانة، فلسطين والمقاومة أمانة. وقالت بأن قال الشعب المغربي في الوقفات اليومية في مختلف المدن من أقصاه إلى أقصاه، قالوا بأن التطبيع سقط، التطبيع سقط، التطبيع سقط، التطبيع سقط شعبيا، وبقي أن يسقط رسميا ونهائيا ببلاغ المسؤول. فهل للمسؤولين آذان يسمعون بها؟ هل لهم عيون يبصرون بها؟ هل ما يزال عندهم بعض من العقل يميزون به؟ هذه أسئلة بذمتهم. والسلام عليكم ورحمة الله. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.